شيء بسيط كذا على البشرة اسمه نانا ماي. راح أبدأ أول شيء أمشط لها حواجبها على فوق هالطريقة، بعدها راح أبدأ أرسم الحواجب. راح أبدأ أخذ أي باودر حواجب ما تفرق، بس أهم شيء فش الحواجب تكون نحيفة، وأبدأ أسوي خطوط بهالطريقة على كل الحاجب وضمير، بس شيء بسيط أعبي المناطق اللي تحتاج. الحاجب الأول رسمت لها الحاجب الثاني، أخذ المسكرة الشفافة مرة ثانية وأقعد أمشط الشعر. لاحظ الحاجب مرة طبيعي، ما في أي حدود ولا شيء. استخدم ستيك فونديشن رقم 123 من ميك اب فور ايفر. ببدأ أحط الستيك فونديشن تحت الحاجب بهالطريقة، بس ما أكثر منها. شوف شلون رتبت لها الحاجب بشكل بسيط وشوية على جفن العين. أخذ البيوتي بلندر وأبدأ أدمج مع الكونسيلر كله على كامل العين. أستخدم هذا الآي لاينر ليفودكم من فابيرا، تلقونه بقولكم بعدين وين فروعه. هذا ما استغني عنه ابدا ابدا ابدا. اخذ فرشه الايلاينر جايه معاه ولاحظه كيف سايل. ابدا اوزع بشكل بسيط على نص العين، لاحظوا كانه مره 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 سايل. وزعت لها بطريقه الجفن اللي ابي اوسع، يعني بالتوسيع اللي انا ابغاها. وزعت لها جفنها هالقد فعلى كيفي. اخذ فرشه صغيره وابدا اول شيء اضغط عليه وأجي أدمج على الخفيف بشويش بهالطريقة. ما وزعت لها عينها بهذه الطريقة، أبغى سحبتها على برا. متعمدة اليوم أخلي سحبة على برا مو على فوق. واللي بعدها أخذ فرشة دمج وأبدأ ما أدمج الشادو كله كامل بشكل بسيط. لاحظوا كيف؟ وأهم شيء أطلع على برا. شوفوا كيف أدمج. صار شوفيها سويت لها سحبة على برا بشكل بسيط. بسوي العين الثانية واجيكم بعد. شوفي نظريهم، شفتي كيف رسمت لها عينها؟ ابدا اخذ فرشة نظيفة وادمج اواخر حدودها. جلتر من ماك، تشوفونه الكوليكشن حقكم اتوقع اللي راح كان ليمتد، لونه ذهبي عادي، اي جلتر ذهبي. الستيك فاونديشن اللي قلت لكم حقت بلقيس، بكتب لكم ارقامها 123 101. عاد مو تستخدمونها هذا عشان لونها، اتاكد اشوف لونها تمام. كيف اعرف اللون وين احطه؟ اذا جيت ابي اشوف لوني احطه هنا. شفت شلون؟ عاد تختار اي تبغى، افتح بدرجه او اغلق بدرجه، لان فيها حبوب واثار وكذا، يعني فيها مشاكل بشرتها. اكثر حبتين بس، اللي ما فيها شيء بس تحط نقطتين ثلاثه. واضح انا فيني فلو، ف يعني راعوا ان انا مريضة اصلا ما فيني صوت. هذا الكونتور اللي هو رقم 177. ببدأ ابرز العظمة حقتها من هنا وابدأ احطها من هنا نفس الشيء. راح احط لها شوي مايل، ببدأ احطها هنا وانزلها من تحت عشان اواصي الخشب. ابرز لها العظمة هذه، احط شيء بسيط من هنا وشيء بسيط من هنا. الجبهة ما تحتاج. ادمج لها الكونتور. كيف تدمجين الكونتور الكريمي؟ اكبر غلط تدمجينه على تحت او على فوق او على تحت. على فوق كذا، شوف شلون قصدي، مو على تحت هنا، على فوق. شفت شلون هنا؟ كيف بسرعه اندمج الكونتور؟ ليش انا احبه ميك اب فور ايفر؟ عشان بسرعه يندمج. شوفوا شلون على فوق بهالطريقه، هي نفس الشيء فوق. شوفوا كيف الخشم نفس الشيء، ادمج بس الطرف هذا والف هنا على فوق. الكونتور الفاتح وابدأ لف على الجنب، ابدأ اعرض لها فكهة بهالطريقة بشيء بسيط ما كثر. الجهة الثانية بعد خشم وفوق الخدود هنا بس، وهنا نفس الشيء، وهنا وهنا. اول شيء دمجت الغامق، الحين ادمج الفاتح ونفسه نفس الطريقة. لها لما حطيت لها ستيك فاونديشن
الفقرة الثانية لما وزعتها بالفرشة ببيوتي بلندر أفردها. وشيل الزايد عشان يشيل اللمعة والزايد. الفقرة الثانية اللي هي كونسيلر حالات العينة اليوم ما شاء الله متعددة الأشواك، فبعد ايش بسوي؟ ما راح احتاج كوريكتر، بس بحط لها درجة غامقة كونسيلر. راح استخدمه من نارس، بكتب لكم درجاتها بعدين. حطيت درجة غامقة تحتها درجة فاتحة عشان ما يقلب طماطم. لما حطيت لها الكونسيلر ببيوتي بلندر ادمجه، ما حطه مباشرة. منظر الاويل اللي قاعدة تشوفونه لو مارسيل فرشة، اخذ شيء بسيط وابدا بس المكان اللي دهن عندكم. بعد ما ثبت وجهها بلوس باودر، باخذ الكونتور ان واي اكس، باخذ اللون الرمادي هذا وابدا احط لها شيء بسيط هنا. انا بالوجه ما احب ابدا ابدا اكثر بالخدود، احط لها شيء بسيط بخشمها كارستري من تحت، واحط لها شيء بسيط شوي من تحت عشان اطلع عظمها هذي تبين. ابيكم تلاحظون بعد الهايلايت شفتوا كيف برز عندها هذه المنطقة اكثر. وببدا الحين طبعا هي المفروض من اللي تعبانة مسكينة المفروض تشكر، بس هي اقدم لها بلاشر اسمه ديزرت روز من ماك. باخذ شيء بسيط وببدا احط لها اياه بس من العظمة فوق. الحين هايلايت سو هوليوود، باخذ شيء بسيط وببدا احطه على الخيط هالطريقة وادمج اهم شيء. نفس الشيء هذه الماركة بيرة. طيب اخر شيء بسيط من الايلاينر البني شوف فوق، وابدا احدد لها عينها شوي اللي ابغاه. انا احب شوي ادمجها، ولما تدمجينه كذا يعطيك لون بني محمر. تلاحظون المكان هذا وين تبين انت تكبرين عينك ترسمين عادي. يعني انا لو بنزلها عيني بكبرها زياده، شوف شلون كبرتها. فتحت لها ايلاينر اسود، هذا الايلاينر اعشقه من نفس الماركه بيبيرا هذي فوق، احط لها على كل عينها اسود مره. راي مرموش اللي انتم تعشقونه نظري فوق، احط لها تحت بهالطريقة. اول شيء احطه ما استنى ينشف عادي، على طول احط فوقه ماسكارا. ماسكارتي راح استخدمه من نفس الماركة بابيرا، هذي للرموش اللي تحت فظيعة هذي، وهذي للرموش اللي فوق. اهم شيء اكثر 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 لاني ما راح استخدم هرموش. عليها حركة حلوة، شفت النهاية؟ تسوون كذا براس الفرشة تدفونها على فوق، هالحركة تخلي عينك اوسع بهالطريقة. شيء من هذا فوق بدمج لها الماسكارا مع الشادو عشان يبين بشكل اوضح. الحين باقي احط لها الروج وكم تاج. ارفعي راسك، روج من جوتشي رقم 2 على كل الشفايف. حلو بني، بس اطفيها لمعة الروج وادمج اهم شيء. شيء بسيط ايلاينر نفس الشيء من بابيرا، بس بنات لاحظوا انه ما هو اني حيفولي استخدمه دائما.